ملك الكرة الأفريقية وملك الحصريات ماهر جنينة، وحشني. وحضرتك كتير يا كابتن سيف، وشكرا على الكلام الجميل ده. لا ده حقك، ده بتشرف بوجودك معايا والله. وانا والله كتير يا كابتن سيف، شكرا. ايه كله كويس؟ كله بخير الحمد لله. كاس الامم فين؟ زي ما اكدنا في الحلقات السابقه كل الناس كانت رايحه في حته تانية ان البطوله هتتسحب من الكاميرون. خليني بقى اكد لحضرتك يا كابتن سيف الخبر الاكيد اللي هيتم الاعلان عنه بكره او بعده خلال يومين او ثلاثه. بطوله الامم الافريقيه لن يتم نقلها من الكاميرون، البطوله في الكاميرون في ميعادها في يناير في الكاميرون. النهارده وصلت لجنه التفتيش من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، وتفقدوا الملاعب واماكن اقامه حفل القرعه واماكن اقامه حفل الافتتاح واماكن الاعلاميين والفنادق، تفقدوا اكتر من مكان. والنهارده زي ما بقول لحضرتك الفيفا هتعلن رسميا بكره او غدا ان البطوله لن تخرج من الكاميرون، والبطوله هتقام في الكاميرون. اللقطات اللي معانا على الشاشه دي لقطات وصول الوفد الخاص بلجنه التفتيش. لجنه التفتيش كانت بتزور الكاميرون كل 6 شهور او كل 3 شهور، بتشوف الكاميرون الاستعدادات وصلت لغايه فين. كل الناس قالت اول ما تم يعني الغاء حفل القرعه قالت لا، البطوله رايحه بعيد عن الكاميرون، الكاميرون مش هتنظم البطوله. لكن الحقيقه والامر الواقع اللي بنتكلم فيه ان البطوله زي ما اكدنا في الحلقات السابقه البطوله مش هتخرج عن الكاميرون. الكاميرون مستضيف بطوله امم افريقيا العام القادم، الكاميرون على اهب الاستعداد لتنظيم البطوله. النهارده كل الناس، لجنه التفتيش، الصحافه العالميه، اشادوا باستعدادات الكاميرون. وزي ما اكدنا قبل كده تم الغاء حفل القرعه لان الفيفا هتتعاقد مع شركه، الشركه ديت هتكون بدورها بعد كده هتكون بتنظيم المسابقات من حيث اقامه حفل الافتتاح، حفل النهائيات، اقامه كل المناسبات الخاصه بالبطولات الكبيره. وهتتعاقد برضو نفس الشركه اللي هتتعاقد مع الاتحاد الدولي هتتعاقد مع الاتحاد الافريقي لكره القدم. واقول لحضرتك على حاجه ثانيه، كره بطوله الامم الافريقيه اللي تم الغائها هتكون خلال شهرين، يعني خلال مده من شهرين هتكون ميعاد القرعه. غدا هيتم الاعلان عن ميعاد القرعه. كاس الامم في ميعادها في الكاميرون. في الكاميرون كاس الامم.